السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في كل وين ما كنتم، اكيد في متابعه جديده لبطوله نسمة سوبر ليج الخاصه بالقسم الثاني، مواكبه خاصه للجوله 12 من البطوله. اليوم اخترنا لكم مباراه النادي المناجم بالمكناسي اللي يستقبل فريق الجمعيه الرياضيه بالسعيده. خلينا نتابع التقرير الخاص بتحضيرات الزوز فرقنا، نرجو نحكيوا اكثر عن المباراه. قبل أيام قليلة على انطلاق العرس الكروي العالمي اللي باش تحتضنه تونس بداية من الأسبوع القادم، تواصل بطولة نسمة سوبر ليج نشاطها في الجولة 7 من القسم الثاني في مجموعته الخامسة. وفي برنامج اليوم يستقبل نادي المناجم بالمكنسي ضيف الجمعية الرياضية بالسعيدية في قمة بين زوز فرق تطمح لضمان مركز مؤهل للبلاي أوف. مباراة تعتبر رهانها كبير بين زوز فرق وضعيتهم متشابهة مع أسبقية لأصحاب الأرض. نادي المناجم بالمكنسي اللي يحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة خلف المتصدر النصر الرياضي بفريانة برصيد 14 نقطة. نادي المكناسي حصد هذا العدد من النقاط بعد تحقيق الأربع انتصارات وتعادل وهزيمة واحدة. أما في الجهة المقابلة تحتل الجمعية الرياضية بالسعيدية المركز الثالث برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات و3 هزائم مع إحصائية سلبية، وهي أضعف خط هجوم بتسجيله ل 13 بونتو. إذن مباراة مهمة لزوز فرق، الأول المكناسي يطمح لتأكيد الترشح لمرحلة البلاي أوف، في حين الضيوف يطمحوا لتقليص الفرق مع منافسهم المباشر. وكما عودتنا الجماهير بالحضور الغفير، نتمنى أن نشاهد مباراة ممتازة بين الفريقين، والانتصار يكون للأجدر. الانتصار يكون الأجدر، وهذا كان تقرير خاص بتحضيرات الزوز في رقبل الجولة 12 من بطولة نسمة السوبر ليج الخاصة بالقسم الثاني. نعطيكم الترتيب الخاص بالنسبة للزوز في رقبل مواجهة اليوم. زوز ينتمي للمجموعة السادسة، المكناسي اللي عنده 9 نقاط في المرتبة الثالثة، وفريق الجمعية الرياضية بالسعيدة عنده 13 نقطة في المركز الثاني. نحب نذكر فقط بالنقل التلفزي الغدوة إن شاء الله نهار الأحد العمل الرياضي ببير الحفاية اللي يستقبل الاتحاد الرياضي بتلابت كالعادة على نسمة لايف، وأيضا موقع نسمة سبور اللي باش نواكبوا من خلال هذه المباراة. وما نساوش أيضا كأس القارات الأمم اللي باش تابعوا حصريا على نسمة بداية من 14 مارس إلى 16 من نفس الشهر. إذا حاضرين باش نمشيو لزميلنا فخري الطاهر، إذا مازلنا ماناش حاضرين باش نمشيو للمباراة. نذكر اللي إن شاء الله بداية من 14 مارس الجاري باش تكونوا على موعد ومواكبة حصرية على نسمة سبور وأيضا نسمة لايف لكأس الأمم للقارات لكرة القدم المصغرة. ونذكر لنسمة ويكند سبور اليوم عدد خاص بهذا الحدث الكبير، كأس القارات للأمم، والقرعة ستكون أكيد في بلاتوات نسمة لايف بداية إن شاء الله من 6 حتى للسبعة ونص، باش تتابعوا معنا القرعة الخاصة بكأس القارات للأمم بمشاركة 8 بلدان منهم المنتخب التشيكي، واحد من عمالقة هذه اللعبة، وكانت توج بكأس العالم مؤخرا في الحمامات في نابل بالذات. على كل نحكي وزاد على منتخب الروماني بطل أوروبا والمنتخب الإيفواري الفائز بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المصغرة، بالإضافة للمنتخب التونسي المنتخب المنظم لهذه البطولة اللي باش يكون حاضر فيها عديد البلدان اللي عندها باع وذريع في كرة القدم المصغرة. هذه صور مباشرة من ملعب المباراة اللي باش تحتضن كما قلت في إطار الجولة 12 من بطولة القسم الثاني نادي المناجم بالمكناسي اللي باش يكون في مواجهة حاسمة ومصيرية مع الجمعية الرياضية بالسعيدة من أجل مرحلة التتويج لكرة القدم المصغرة. على كل نذكر اللي في حاليا قاعد تلعب مباراة لحساب الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تجمع اتحاد تطاوين بضيف واتحاد بنجردان، والتقدم مازال في النتيجة بهدف لصفر لأصحاب الأرض. نمشي مباشرة لزميلنا فخري الطاهري للتعليق على مجريات الشوط الأول. شكرا لك زميلي أحمد الفريقي. مشاهدينا الكرام وفي الرياضة وفي المينيفوت عبر قناة نسمة، مرحبا بكم الناس الكل في هذا الموعد الرياضي المتجدد من خلال المجموعة السادسة القسم الثاني جولة 12 بين الجمعية الرياضية بالسعيدة ونادي المناجم بالمكناسي. 50 دقيقة باش تكون هي الفيصل، باش تكون هي نجم نقولوا سر نتيجة مباراة اليوم بعد نهايتها.
كما تروا على الصورة، طاقم تحكيم المباراة موجود، زوج جمعيات موجودين، وبروتوكول ما قابل ضربة البداية الملعبية. طاقم تحكيم المباراة يسلموا على بعضهم ونمشي ونكتشفوا تشكيلة زوج الجمعيات. كما قلنا المباراة هذه دور في المكناسي، نادي المناجم بالمكناسي يستضيف الجمعية الرياضية بالصعيدة. وإذا أمكن باش نراو تشكيلة زوج الجمعيات ونبداو بنادي المناجم. ربيع المصباحي في حراسة المرمى مع نضال الصعيدي، الحسني شوشين، رمزي قاسم، كرم العلوي، بلال مشي، سامي القاسمي، شمس عليمني، حلمي حميدي، حمزه الحطابي، حاتم مشي، زوز اسماء نفسهم، زوز لقبات يعني نفسهم، حلمي رمزي، والمدرب هو عبد القادر العقوبي. بالنسبه لتشكيله الجمعيه الرياضيه بالصعيده، مكرم بوزياني في حراسه المرمى، نلقاه مع حمادي العبيدي، حسن الصباحي، محمد الحجلاوي، نضال عامري، محمد الناصر البياوي، مزاحم كحولي، جاسم عيوني، احمد السيفي، والمدرب هو سامي السليمي. بالنسبه لطاقم تحكيم مباراه اليوم، نلقاو حكم اول هيثم فالح، مع حكم ثاني خبيب المشيحي، حكم ثالث سفيان مرزوقي، والمراقب هو عادل الامين. لحظات وباش ينطلق الشوط الاول، لحظات وباش ينطلق المباراه. كما قلنا اليوم نسمى سوبر ليغا القسم الثاني، الجمعيه الرياضيه بالصعيده، الفريق الضيف نلقاه في المركز الثالث، عنده في الخزينة الفنية 9 نقاط. في المقابل نادي المناجم بالمكناسي الثاني 13 نقطة. نجم نقولوا ديربي سيدي بوزيد 100% كرة بوزيدية باش تكون بعد لحظات. تو نحكيو زادة بما انه يعني الفرصة سامحة باش نحكيو زادة على الجهة هذه، نحكيو على المكناسي، نحكيو على الصعيدة. ممكن في بعض الحين نلقاو حد شكون يجهل بعض المعتمديات، بعض المناطق، بعض القرى، لكن اليوم من خلال زادة الميني فوت صحيح نوصلوا كوره، صحيح نعلقوا كوره، نشيخوا مع الكوره، المتعه، الفرجه، وزاده هي فرصه للتعريف بكل الاماكن في كل تونس في كل جهه. ولحظات باش ينطلق الشوط الاول. بالنسبه للازياء السوداء باش يلعب بها الفريق الجمعيه الرياضيه بالصعيده، في المقابل نلقاو كما تروا على الصوره الالوان الحمراء والسوداء نادي المناجم بالمكناسي. لحظات وقضاة المباراه، واقصد بهم يعني طاقم تحكيم المباراه، باش يعطيونا ضربه البدايه. كره في منتصف الميدان كما رينا تو تشكيله الزوج جمعيات، هاي تنطلق المباراه وينطلق الشوط الاول، وكره في المحطه الدفاعيه للجمعيه الرياضيه بالصعيده. حسين الصياحي يمشي بالكره، يدخلها في وسط الميدان، تمشي مباشره الى رميه التماس. كما قلنا يعني بانه فرصه والنقل المباشر لهذه المباراه، مباراه كما قلنا زوج فرق موجودين في ولايه سيدي بوزيد. هذه الولايه اللي بتبيعها مساحتها 6994 كيلومتر مربع، عدد سكانها 429,000 ساكن، فيها 12 معتمديه، ولعل يعني اكبرهم هي سيدي بوزيد الغربيه وسيدي بوزيد الشرقيه، والمكناسي ورقاب وجلمه والمزونه هي نجم نقولوا اكبر المعتمديات على مستوى يعني المستوى الجغرافي، نحكيو جغرافيا على مثل هذه المعتمديات. ولايه فلاحيه بامتياز، ومن اهم يعني نجم نقولوا منتوجاتها هي الخضر وزيت الزيتون وكوره. نتابعوها باش تمشي لفريق نادي المناجم بالمكناسي. طاقم تحكيم المباراه خاصه حكم قاعدين نشاهدوا فيها هيثم فالح يعطي الانطار قانونية، 4 ملاعبية كجدار والتزيد باش تعاد يعني تنفيذ الكرة، أو كرة تمشي إلى الركنية مست في جدار، تمشي خارج المستطيل الصغير، تمشي مباشرة ملعوبة، لكن كرة تمشي خارج الميدان من جديد، مست في المدافع، ركنية ثانية على التوالي، كرة على الجهة اليسار مازالت لفريق المكناسي والتوزيع، لكن كرة تجاوزت خط الميدان تمشي خارج المستطيل باش ترجع بضربه المرمى. حكينا على ولايه سيدي بوزيد، نحكيو توا على زوز المعتمديات، ونبداو يعني بمعتمديه نجم نقولوا الصعيده اللي بتبيعها خاصه الفريق هذا هو اللي يمثلها الجمعيه الرياضيه بالصعيده. هذا الفريق اللي تاسس 23 ماي 2018، كوره بدون خطوره باش ترجع بركنيه لفريق فريق الجمعيه الرياضيه بالصعيده. رئيس الجمعيه هذا هو السيد فتحي السليمي، معاه نائب رئيس سامي السليمي، وكوره ملعوبه في مره اولى، التسديد تمشي من جديد الى رميه التماس. كما قلنا المعتمديه الصعيده تتبع اداريا سيدي بوزيد،
فازت يعني الجمعية الرياضية بالسعيدة على حساب منزل بالنور وانهزمت أمام الرياض الرياضي بسوسة على مستوى الكاس. الموسم هذا تلعب يعني من أجل ضمان يعني مقعد في مرحلة البلاي أوف، تمشي كورة في وسط الميدان. ممتازة لقطة الفنية من مكرم علوي ثم باس قصيرة مع الحسني شوشان، حسني شوشان يعطيها باس مع الشمس العليبي يرجع به لحارس المرمى. ما زالت المباراة وما زال ممكن الإيقاع الكروي، ما زال ما ارتفعش نوعا ما، خاصة وأنه الميني فوت عودنا به الأهداف ولا غير الأهداف من أجل ضمان المتعة، من أجل ضمان الفرجة. والكرة تمشي مباشرة إلى دفاع الفريق المناجم في المحطة الدفاعية. تبادل كرة أرضي من سامي الجاسمي، سامي إلى حارس مرمى ربيع المصباحي. نجم نقولوا ملاحظة على فريق نادي المناجم بالمكناسي، خاصة كي قلنا زاد حكينا قبل يعني اللي هي ممكن لعبة شعبية وزاد نجم نقولوا عائلية 100%. إذا نلقاو مثال ربيع المصباحي قايم، نزال السعيدي تلميذ، الحسني شوشان أستاذ تربية بدنية، رمزي قاسمي موظف، فما زاد شكون حتى في الأمن. يعني نجم نقولوا لعبة شعبية هذه لمت يعني كل يعني أولاد الجهة من أجل تشريف يعني هذه المناطق. كما قلنا الالوان الحمراء والسوداء، هو فريق نادي المناجم بالمكناسي. لمشاهدينا الكرام قاعدين يتابعوا فينا زاده بشار ياخذوا فرصه ويعرفوا زاده كل فريق الجمعيه هذه بالسعيده تلعب بالالوان السوداء تماما. كره جنبها باش تمشي بمخالفه الحسني شوشان وبشتوى التنفيذ في مره اولى تمشي الى ضربه ركنيه، مرت سلامات على المحطه الدفاعيه لأبناء الجمعية الرياضية بالسعيدة. ثم كرة بالرأس إبعادة من جيد بدون خطورة، 4 دقائق في الشوط الأول، انطلاقة نوعا ما بطيئة بما أنه ما زالت الزيارات الرسمية غايبة. فما زيارات ودية لكن الرسميات والزيارات الرسمية للشباك هذا اللي نحبوا عليه. وكرة تمشي في المحطة الدفاعية من محمد حجلاوي مع محمد الناصر البياوي، تبادل كرة تمشي تفك في مرة أولى ثم ارتكاب العفو واضح، حكم يمشي يزفر المخالفة. سفيان مرزوقي حكم الثاني في مباراة اليوم، كرة قريبة، فرصة سامحة للتسجيل، فرصة سامحة لي علاش ليه يعني ما تكون زيارة رسمية. وإذا تسجل الأول وقتها تولي المباراة تولع، المباراة تسخن أكثر بلغة الكرة. رقم 5 أمام الكرة مكرم علوي هو اللي باش يتولى ممكن ياسر التنفيذ، أمامه رمزي قاسم هو اللي ممكن ياسر باش يكون في التمهيد، التمهيد والتسديد ونتابعوا الكرة، تميد ثم التزيد، ترجع من الدفاع تمشي إلى رمية تميس، رمية تميس لفريق المناجم. ما زال يضغط، ما زال ممكن يحاول يسيطر على مناطق الجمعية الرياضية بالسعيدة. كما قلنا يعني زوز فريق في المركز الثالث وهو السعيدة، والفريق في المركز الثاني وهو نادي المكناسي. ترجع كرة أرضية لفريق نادي المناجم بالمكناسي، تمشي إلى ضربة المرمى لفريق نادي المناجم. كما قلنا هو القسم الثاني جولة 12 المجموعة السادسة، وكرة تمشي على الطول بالقدم من حسين الصياحي بدون خطورة، تمشي للمحطة الدفاعية بما أنه يعني نسق بطيء. خلينا نستغلوا فرصة نحكي زادة على نادي المكناسي، هذا الفريق اللي تأسس في 6 فيفري 2016. من أهم مؤسسي هذا الفريق نلقاو أسامة عوام وكذلك فامي روادي، عادل العامري، صادق العامري، ورئيس الجمعية هو وليد مشي، يعني وخاصة قد مشي موجود بكثرة في ولاية سيدي بوزيد وكل زادة ولاية عودنا يعني بلقب تلقاه يعني يميز المنطقة هذيك. وكرة تمشي خارج المستطيل، خارج الميدان باش ترجع ضربة المرمى. ناخذوا زاده لمحه عن تاسيس الفريق هذا، فكره التاسيس كانت مستوحاه من منجم الفوسفات بالمكناسي، وهذه الشركه يعني تم غلقها منذ الستينات، لكن يعني اضفى اسم نادي المناجم بالمكناسي المزيد من الشرعيه لعوده هذه الشركه، وبالفعل عادت الشركه لنشاطها في هذه المنطقه. وكره باش ترجع بمخالفه دائما لفريق نادي المكناسي، يمشي للكره كما تشاهدوا فيه بلال مشي هو اللي باش يتولى التنفيذ، الحكم يقول لهم المكانة، يلعبها قصيرة مع زميله سامي قاسمي ثم حمزة الحطابي يحاول يمشي بها يقدم بها شنو يعمل بالكرة، ينتظر المساندة ليه خير يمشي بمفرد ويربح رمية التميس.
خاصة نعرفوا إذا في ما فماش يعني لاعب اللي يحاول يساند زميله وقتها في بعض الأحيان ينتهج حتى سياسة على شنو يعني ما تكونش نوعا ما الأنانية يحاول يمشي بالكرة وحده يحاول يصنع الاختر ويتمشي من المحطة الدفاعية من محمد النصر بياوي ثم كرة مراوغة أولى ثم ممتازة الاستماتة الدفاعية من عصورة رقم 4 مزاحم كحولي اللي خرج كرة إلى ركنية باش ترجع دائما على يمين حرس مرميه مكرم بوزياني وحش مرمى الجمعية الرياضية بالصعيدة كما تراو حوارات ثنائية على المستوى الميدان ثم تمشي كرة بين الهجمة للجمعية من محمد حجلاوي تتفك في مرة أولى ممتازة اللقطة الفنية مزيانة برشا حلوة من رمزي قاسمي رقم 10 اللي قاعد يسول ويجول يحاول هو اللي يربط بين الخط الخلفي يحاول زيدا يحاول يبني الهجمه ويتمشي كوره من جديد كونتر اتاك لكن تتفك في وسط الميدان حاضر بلال ماشي اختير العمليه الهجوميه لكن تتفك وترجع للفريق الجمعيه الرياضيه بالصعيده من محمد حجلاوي كوره في وسط الميدان قاعدين يلاحظوا فيه في اللحظات هذه التسرع نوعا ما وهو كادي يسجل كادي يسجل ممتازه التزيده من بسيقو اليسار رقم اللاعب حلمي حميدي هو اللي تولى التسديد لكن مرت بجانب القائم الايسر حارس مرمى مكرم بوزياني وهي اخطر فرصه نجم نقولوا في هذا الشوط الاول من المباراه كما قلنا المجموعه السادسه القسم الثاني وكره ترجع من جديد افتكاكه من اللاعب محمد حجلاوي لكن فما المخالفه واضحه بعد العفو المرتكبه من اللاعب الحمادي العبيدي قاعدين نشاهدوا فيه يعني في حوار مع حكم المباراه باش ترجع كره ملعوبه بيحاول يلعب بسرعه لكن حكم يقول ترجع الكره من مكانها باش تعاود تلعب لفريق نادي المكنيسي هذا الفريق اللي عنده 13 نقطه لعب 6 ماتشات فاز في 4 وتعادل في 1 وخسر في مباراه واحده سجلت المحطه الهجوميه لهذا الفريق 17 بونتو وتكبدت شيباكو 9 اهداف نجم نقولوا حصيله الاهداف اللي سجلها الفريق هذا أكثر بطبيعة من الأهداف المقبولة وهذه يعني نقطة تحسب للمحطة الهجومية وكذلك المحطة الدفاعية وكذلك لمدرب الفريق لتكتيك الخريطة الفنية تمشي على الطول يحضرها بالقدم اختيرها من رمزي قاسمي سادة ترجمة حاسم مرمى في مرة أولى ثم ثانية كما جاءت بعدها عن المنطقة عن المحطة الخلفية باش ترجع كورة برمية التماس يبدو لي حارس المرمى قاعد يعني ملقى على ارضيه الميدان او المدافع مدافع ولاعب شمس العليبي او يقوم سلامات روح رياضيه بينه وبين حارس مرمى الجمعيه الرياضيه بالصعيده مكرم بو زياني ترجع الكره ملعوبه دائما في المحطه الدفاعيه لفريق نادي المكناسي بلال مشي ثم تمشي كره من جديد تخرج الى ضربه التماس باش ترجع من جديد حكينا بالنسبة على الخزينة الفنية لفريق المكنيسي نحكيو زيادة على الجمعية الرياضية بالصعيدة اللي عندها في الخزينة الفنية 9 نقاط لعب 6 ماتشات فاز في 3 وخسر في 3 مقابلات سجلت المحطة الهجومية 13 هدف وقبلت شيباكو 14 هدف والملاحظة عدد الأهداف المقبولة أكثر من الأهداف اللي سجلها للمنافسين يعني حاول يعني بالنسبة لمدرب الفريق كذلك الملعبية يراجعوا أنفسهم على مستوى قبول الأهداف حصيلة نجم نقولوا كبيرة برشا بما أنه يعني قبل أكثر من اللي سجل ترجع كرة بمخالفة لفريق الصعيدة على القريبة منطقة الجزاء يمشي على اليمين نزال العامري يرجع بها إلى زميله حسين الصياحي تبدل كرة أرضي ثم الكرة تمشي رمية تماس من جديد مشاهدينا الكرام 11 دقيقة وصلنا في هذا الشوط الأول ودائما النتيجة بيضاء تفتقد للأهداف وتمشي كرة توزيعة في شكل تزيدة على اليمين ثم هفوة يعني واضحة ارتكابها من لاعب محمد الناصر البياوي يرتكب العفو وبيسترجع ملعوبه للمحطه الخلفيه من رمزي قاسمي هو اللي بيشتغل تنفيذ الكره في انتظار اسعاف اللاعب حمزه الحطابي اللي قاعدين نشاهدوا فيه او يرجع من جديد باش يكمل الهجمه وباش يبني الهجمه مع الزملاء وتمشي خليها حارس المرمى تخرج خارج الميدان باش ترجع ضربه المرمى ننتظر يعني باش النسق يرتفع اكثر باش الفرجه تكون مضمونه اكثر كرة في المحطة الخلفية دائما
لفريق نادي المناجم بالمكناس يحاول ينتظر خروج ملعبيت الصعيدة من مناطق بتبيعة، وإذا يصعد يعني فريق المنافس من مناطق متاعه باش يحل بتبيعة نجم كل والطرقات باش يخلي زادة ممكن فريق نادي المكناسي يحاول يكون أكثر خطورة. يتمشي التوزيع على سلمان ممتاز ممتاز دخل في وقته من مكرم بوزياني يلعبها مع المزاحم الكحولي يعمل مرغة أولى ثم يربح المخالفة كرة جنبة على مرمى ربيع المسباحي في حراسة مرمى المكنيسي. هل تكون أولى الأهداف؟ هل تكون أولى الزيارات لشباك نادي المكنيسي؟ مباراة مفتوحة من شرطين نجم نقولوا، لكن ما زالت اللمسة الأخيرة تسرع نوعا ما وقت اللي يقربوا منطقة الجزيرة الملعبية تكتل دفاعي مع زاد المهاجمين يتسرعوا شوية تمشي يعني كرة بدون أي خطورة، تمشي كرة كونتر أتاك للمكنيسي شمس العليبي كرة تتفك في مرة أولى لكن تبقى بحوزة نادي المناجم. ممتاز بجرينتا يخرجها يعارك على كورتو رقم 20 محمد الحجلاوي يخرجها رمية التماس باش يتولى تنفيذها سامي القاسمي يلعب كرة في مرة أولى ترجع له من جديد يرجع به لحارس مرميها ربيع المسباحي. ربيع شنو يعمل؟ ربيع ينتظر يعمل قراءة أولية الميدان ثم يطولها في اتجاه المهاجم لكن ما توصلش لزميله حلمي الحميدي تمشي رمية التماس توزيعة خرج منطقة منطقة الجزاء خرجها بالراس إلى تماس من أحمد الضيفي في العملية الهجومية الأخيرة باش ترجع كرة من مكرم العلوي يلعبها على الطول ما تدخلش منطقة الجزاء ترجع من حسين صياحي ثم حارس المرمى يبعدها في مرة أولى ثم في مرة ثانية بكل قوة يخرجها كما جات. محمد الحجلاوي تقطع نوعا ما في اللعب ننتظر يعني تكون بناء الهجمة يكون أكثر تركيز باش يمشي بطبيعة الهجمة أكثر خطورة. كما قلنا مشاهدين الكرام كما حكي زاد الزميل أحمد الفريقي باش تكون متابعة لقرعة كأس القارات العشية في برنامج نسمة ويكند السبور اللي بشرف فيه قرعة كأس العالم للقارات وماذا بينا يعني يكون الجمهور حاضر في هذا نجم نقولوا العرس الكروي اللي باش يبدا من نهار 14 مارس ماذا بينا يكون حضور الجماهيري مكثف من اجل الشحن معنويات الملعبية من اجل زادة يعني يدفعوا في الملعبية علاش ليه تكون يكون تتويج تونسي 100% خاصة وأنه عم ناوي كأس العالم اللي كان في نابل نجم نقولوا منتخب التونسي مشاركة نوعا ما مشرفة لكن ماذا بينا العام هذا علاش ما يكونش التتويج بكأس القارات رغم وجود يعني منتخبات عالمية اللي عندها باع وذراع في الكرة هذه في الميني فوت هذه في اللعبة الشعبية هذه منتخب تشيك منتخب الروماني تشيك صاحب كأس العالم وكذلك المنتخب الروماني بطل اوروبا كل شيء جاهز في كره القدم خاصه وانه نجم نقولوا من خلال زاد نقل التلفزي توا المدرب يتحول يمشي للميدان وزاد ينجم من خلال نقل التلفزي يكتشف الملاعبيه اللي عندهم قدرات اللي عندهم امكانيات الموسم هذا ان شاء الله يكونوا يعني الملاعبيه اكثر نجم نقولوا خطوره على مستوى الهجمات اكثر جديه في تسجيل الاهداف خاصه وانه اللعبه هذه بتبيعها هي لعبه كره القدم يعني الاهداف هي اللي تخليك تتوج الاهداف هي اللي تخليك يعني توصل للاهداف المنشوده تزيد كره في مره اولى ثم تمشي الى ركنيه 15 دقيقه 30 ثانيه دائما النتيجه بيضاء. لو يجي هدف خلي حل الشباك خلي نجم نقول يولع المباراه كره من جديد تخرج خارج الميدان باش ترجع برميه التماس يلعبها رمزي قاسمي تتفك في مره اولى من نزال العامري ممتاز حارس المرمى ممتاز ارتماء رشيقه كما راهو حتى في المدافع زاد يتفاعل مع حارس المرمى النجم نقولوا فسخ هدف محقق كره كانت في طريقه للشباك لكن مكرم بوزياني يقول انا موجود تمشي كره في مره اولى ثم في مره ثانيه ومكرم من جديد حاذر امام كل النجم نقولوا الهجمات بين الهجمه للالوان السوداء ما زالت تنتظر نجم نقولوا جديه اكثر على مستوى الهجمات ملعوبه من نضال عامري مع زميله حسين الصياحي ملعبيت نادي المناجم يخرج من مناطقهم تتفك في مره اولى الضغط للمكنيسي ثم تبقى بحوزه فريق الصعيده اللي يربح المخالفه تتلعب بسرعه في وسط الميدان باس قصير بين جاسم العيوني ممتاز ممتاز التزيد فكرة ممتازة لكن مرة تقريبا أمام القائم الأيمن لحارس مرمى ربيع المسباحي اللي مازال نوعا ما في إجازة
وقتية مثل ومثل زاد حارس مرمى الجمعية الرياضية مكرم بوزياني. شارجع كرة برمية التماس ملعوبة ثم تزيد، لكن تزيد ماهيش قوية بدون أي خطورة. التزيد الأخيرة نادي المناجم مشاهدينا الكرام هو ثاني فريق في تونس من حيث التأسيس، نجم نقولوا ساهم في انتشار هذه اللعبة، ساهم في نجم نقولوا نشأة هذه اللعبة الميني فوت. تمشي كرة على اليمين، تمريرات قصيرة بين ملعبيت فريق الجمعة الرياضية بالصعيدة، لكن في الأخير التزيد فوق المرمى. نجم نقولوا خمم في القوة أكثر من التأثير. بساق اليمين محمد الناصر بايوي في التزيد الأخيرة، ترجع كرة بناء الهجمة لنادي المناجم من مكرم علوي، يعمل مرة غولة ناجحة ثم مرة ثانية تتفك كرة من حسين الصياحي ويربح رمية التماس. هو بنفسه اللي يلعب الكرة مع جاسم العيوني، جاسم تمشي محمد الحجلاوي، حجلاوي كرة على اليمين اختيرة تزيد، لكن تمر أمام المرمى. باش ترجع بضربة المرمى لفريق نادي المكنسي. هذا الفريق نلقاوه في المجموعة نتاعو في المركز الثاني 13 نقطة، نجم نقولوا أموره ماشية على العال. الجمعة الرياضية بالصعيدة 9 نقاط ماهوش بعيد برشا، 4 نقاط يعني بعيد على صاحب المركز الثاني. تمشي كرة التوزيع من الجهة اليسار للجهة اليمين، لكن الجهة اليمين تمشي إلى رمية تماس. مع العلم مشاهدينا الكرام أنه العشية يعني باش تدور كأس السوبر التونسي اللبناني بين الجمعية الرياضية بترونجا ونادي قوى الأمن الداخلي حامل كأس لبنان. تمشي كرة في المحطة الدفاعية من نضال عامري، مازال ينتظر المساندة، يلعب كرة قصيرة مع حسين صياحي على اليمين، تمشي خارج الميدان رامية التماس. رامية التماس انزلاق بالساق من حسني شوشان اللي خرج كرة. رامية التماس تلعب بسرعة مقاسية من محمد الناصر بياوي، البياوي قاعد يتحرك النجم نقولوا موجود في المحطة الخلفية وقت تبدا كرة بحوزة نادي المناجم. الراوي يفك برشا كرات وقت تبدا زيدا الكرة بحوزتهم يحاول يساند المناطق الأمامية، وهذه بطبيعة تتطلب إمكانية كبيرة باش يلقى يعني روحه على مستوى 50 دقيقة حاضر. تلعب رامية التماس في مرة أولى تقسم من رمزي قاسمي، ثم في مرة ثانية حلمي حميدي، حميدي تفكلو تمشي كرة اختيرة والهدف الأول، الهدف الأول لفريق الجمعية الرياضية بالصعيدة. ممتاز في تزيد الكرة، كرة مأترة من لاعب الفريق رقم 12 الجمعية الرياضية بالصعيدة من نضال عامري، يسجلوا الأهداف وحدة بلاش للفريق الضيف أمام صاحب الديار أمام نادي المناجم بالمكنسي. واخيرا يعني نجم نقولوا ينجح في تسجيل الاهداف الجمعيه الرياضيه بالصعيده في 20 دقيقه مشاهدينا الكرام، 20 دقيقه واحده بلاش للضيوف، وكره تمشي في المحطه الدفاعيه بناء الهجمه من جديد هذه المره من سامي القاسمي، تتفك وتمشي من نضال العامري صاحب الهدف، تمريره عاجية اليمين يخلط على الكره ولا لا، خرجت الكره جاوزت خط المستطيل. ترجع بضربة مرمى حارس المرمى ربيع المسباحي اللي تكبدت شباكه منذ حين، أول هدف في الشوط الأول اللي كان بالإقدام ممتاز نضال العامري. تمشي كرة بليل مشي قصيرة مع حمزة الحطابي، حمزة يرجع بها المشي من جديد، يحاول ينتظر كما قلنا يعني خروج ملعبية الجمعية الرياضية اللي قاعدين نراو فيهم ينتهجوا سياسة التكتل الدفاعي ولا غير التكتل الدفاعي وقت تبدا كرة بحوزة نادي المناجم. وإذا هو نجم نقولوا الخطة يعني بتاع المدرب سامي السليمي، كل مدرب يحاول يلعب أوراقه وعنده طريقته باش بطبيعة يحد من قوة الفريق المنافس. هي كرة اختيرة على اليسار لكن يخليها حارس المرمى مكرم بوزياني تخرج ضربة مرمى. كان في مكان مناسب منذ حين كابيتانو نادي المناجم بالمكنسي، لكن ما يستغلش مكانه، تخرج كرة بدون خطورة. كرة رمية التماس من جديد لفريق الجمعية الرياضية بالصعيدة في ديربي سيدي بوزيد كما قلنا القسم الثاني الجولة 12 المجموعة السادسة بين الجمعية الرياضية بالصعيدة ونادي المناجم بالمكنسي واحدة بلاش في 21 دقيقة وبعض ثواني. تمشي كرة بالراس من محمد الناصر ثم إلى مناطق الصعيدة، يحاول يخلط عليها
يبدو لي حلمي الحميدي، لكن رامية تلتميس خرج كرة رامية تلتميس بالشرج على نادي المناجمة مخالفة، الحكم يقول. طاقم تحكيم المباراة كما قلنا مشاهدنا الكرام هيثم فرح، خبيب المشيحي وسفيان مرزوقي لإدارة هذه المباراة لمتابعة كل الأمور التكتيكية ونجم نقول الفنية اللي قاعدة تدور داخل الميدان وخارج الميدان. وهي كرة من جديد تمشي السماتة دفاعية إلى رامية تلتميس باش يتولى تنفيذها. كما قلنا رقم ثلاثة جسم العيوني يلعبها في مرة أولى توصل زميله على اليسار تزيد ترجع ممتازة للدفاع حاضر ترجع من جديد، لكن حكم شنو يقول؟ مخالفة يبدو لي، مخالفة مجنبة على المرمى ممكن يصنع لي في الكرة هذه باش يكون فما تمهيد ثم التزيد. يمشي رقم 12 للكرة نزار عامري هو اللي باش يمات، ممكن برشا قاعدين شادوا في مساحهم الكحولي رقم 4 هو اللي باش يسدد. تابعوا الكرة شكون اللي باش يولي التنفيذ؟ هو التمهيد في مرة أولى ثم يخرجها سامي قاسمي إلى رامية تلتميس. كل ملاعبية نجم نقولوا نادي المناجم في مناطقهم خاصة الكرة بحوزة الجمعية الرياضية يحاول يعني ما يخليش يسجل هدف الثاني باش ما تصعبش المأمورية. تمشي كرة كونتر أتاك لفريق المكنيسي على اليمين يحاول يعمل راوغة لكن فما أفوى يربح المخالفة. الحسني شوشين كما قلنا في التربية بدنية يربح المخالفة رقم 2 هو اللي باش يتولى التنفيذ. حاتم مشي يخليها إلى حسني شوشين أمامه لاعب وحيد كجدار كحائط بشري اللي صدى الكرة. انتظروا تنفيذ الكرة يوزعها لكن ما تدخلش منطقة الجزاء تبعد من مزاحم الكحولي ثم في وسط الميدان تمشي إلى المناطق ويخليها إلى رمية تلتميس لفريق نادي المناجم. تتلعب إلى الدفاع إلى بالتحديد نزال السعيدي يرجع إلى حسني شوشين. شوشين يرفع الكرة يبدلها كليا على جيسار ثم توصل إلى حلمي الحميدي ترويج سيء للكرة تخرج إلى رامية تلتميس. محمد الحجري وله باش يرجع الكرة للعب من جديد يلعبها مع المدافع حسين السياحي. نجم نقولوا يعني وقت تبدا الكرة لصاحب للضيوف عفوا الراو ديما تكون كرات قصيرة بناء الهجمة يكون مراكز ثم نجم نقولوا ببطء الوصول للمناطق الأمامية. هاي تمشي كرة تزيد تمشي ومشيت الفرصة مع الهجمة الأخيرة من حمزة الحطابي سدد الكرة لكن بدون خطورة. مزاحم الكحولي طولها تمشي على الجهة اليسار ما تخرجش خارج الميدان في مرة أولى من مكرم علوي إلى زميله حمزة الحطابي. حمزة يلعب باس قصيرة مع زميله حاتم مشي يوزع الكرة على الجهة اليمين لكن ممتاز متفتن للكرة الأخيرة من محمد الحجاوي يخرجها رامية تلتميس باش ترجع ملعوبة من أحمد الذيفي داخل منطقة الجزاء في مرة أولى ثم تتفك وترجع إلى رامية تلتميس. ال 25 دقيقة مشيت وفات راحت قاعدين نلعبوا في الوقت الإضافي ثواني لحظات يعني باش يعلن طاقم تحكيم المباراة عن نهاية الشوط الأول. واحدة بلاش لفريق الجمعية الرياضية بالصعيدة أمام نادي المناجم بالمكنيسي. ننتظروا أكثر أهداف في الشوط الثاني خاصة مع توصيات كلا المدربين. والآن أعود بالصورة والصوت إلى الزميل أحمد ألفري. فخري بالفعل انتهاء الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف لصفر. نذكر في الوقت الحالي تلعب مباراة وحيدة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم تجمع اتحاد تطاوين بضيف واتحاد بنقردان، وتقدم أصحاب الأرض بهدف فؤاد الخريفي من الدقيقة الثانية. في المقابل إقصاء أيضا لاعب اتحاد تطاوين الهادي خلف. هذا بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر اللي إن شاء الله بداية من ستة باش تتابعوا بلاتو خاص بقرعة كأس الأمم للقارات لكرة القدم المصغرة باش تتابعوها بصفة حصرية إن شاء الله بداية من 14 مارس إلى غاية 16 من نفس الشهر بمشاركة 8 بلدان منهم تشيكيا واحد من المنتخبات العملاقة في كرة القدم المصغرة والمتوج مؤخرا بكأس العالم لكرة القدم المصغرة، أيضا المنتخب الروماني منتخب ساحل العاج غواتيمالا وعديد المنتخبات الأخرى. هذا بالنسبة لكأس القدم
القارات. اليوم كما قلت القرعة بشكون في بلاتو قناة نسمة، وإن شاء الله حظ موفق للمنتخب التونسي في هذه المسابقة، مسابقة القارية اللي بيحتضنها ملعب فايف ستار، وبشكون مواكبة مباشرة لهذه المسابقة العالمية. بالنسبة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، كما تعرف البارح الترجي التونسي كان انتصر وضمن التواجد في الدور الربع نهائي للمرة 11 في تاريخ. انتصار الترجي كان أمام فريق حورية كوناكري الغيني. نادي الأفريقي بدوره رجع بانتصار ثمين من قسنطينة الجزائر بهدف لصفر، والأفريقي أنعش أماله على الأقل في انتظار مباراة الجولة الأخيرة باش تلعب بين مازمبي وقسنطينة إن شاء الله في لوبومباتشي. والنادي الأفريقي مطالب بالفوز على الإسماعيلي في انتظار المباراة الأخرى. نعطيكم برنامج اليوم في مباراة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. الخامسة سيك ميموزا الإيفواري يستقبل الوداد المغربي، الفريق اللي دربه فوزي البنزرتي. ثمانية ماميلودي سانداونز يواجه لوبي ستارز النيجيري، والمجموعة الرابعة الخامسة فيتا كلوب الكونغولي مع الأهلي المصري. ثمانية شبيبة الساورة تستقبل سيمبا التنزاني. غدوة إن شاء الله السي اس اس يستقبل النجم الرياضي الساحلي في طيب المهيري في صفاقس في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية. الخامسة إن شاء الله مباراة بشكون مثيرة بين المتصدر النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي صفاقسي الوصيف، مباراة أكيد مهمة للزوز فرق النجم والصفاقسي. إن شاء الله نتمنى لهم كل الحظ والتوفيق في المرور للدور القادم من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وحظ موفق أيضا للترجي والنادي الأفريقي. نرجع لزميلنا فخري الطاهري للتعليق على مجريات الشوط الثاني. شكرا لك زميلي أحمد الفريقي. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم من جديد في متابعة لأطوار الشوط الثاني، باش تكون بعد حين بين الجمعية الرياضية بالصعيدة ونادي المناجم بالمكناسي. مباراة قاعدة تدور في المكناسي القسم الثاني جولة 12 المجموعة السادسة. شوط أول كان واحدة بلاش كما تراو على الصورة، بعض من الجماهير الحاضرة صغار وكبار نساء رجال الكل موجودين نجم نقولوا في هذه اللعبة الشعبية الأولى في تونس. هدف كان في الشوط الأول من أقدام اللاعب نضال العامري عن طريق تسديدة غلط بها حارس مرمى نادي المناجم بالمكناسي ربيع المصباح اللي ما لقاش حتى حل، خليت المباراة واحدة بلاش في الشوط الأول. كما قلنا الجماهير حاضرة تنتظر زيادة أكثر أهداف رغم أنه الطقس بارد شوية هنا في ملعب المكناسي، إلا أنه نجم نقولوا الجماهير حاضرة من أجل الدعم المعنوي للملاعبية، من أجل شحن بطاريات الملاعبية باش يمتعونا أكثر فرجة في هذه اللعبة. كما تراو في احتياطي فريق النادي المناجم بالمكناسي وكذلك بعض الملاعبية. الشوط الثاني مدرب توا راه كل شيء، راه قوة نجم نقولوا صعيدة وكذلك نفس الشيء سامي السليمي راه قوة نادي المناجم، باش تكون ممكن تغييرات تكتيكية في كلا الفريقين سواء على مستوى الأمور الفنية أو كذلك على مستوى الملعبية. لحظات وباش ينطلق الشوط الثاني كما قلنا الجمعية الرياضية بالصعيدة في المركز الثالث 9 نقاط، نادي المناجم بالمكناسي نلقاو في المجموعة نتاعو الثاني عنده 13 نقطة، النقاط ماهمش بعاد على بعضهم الفارق يعني بين الزوج جمعيات. إذا يفوز اليوم الجمعية الرياضية بالصعيدة 3 نقاط يولي عنده 12 نقطة، يولي أكثر بطبيعة يقرب من صاحب المركز الثاني نادي المناجم المكناسي وكذلك من صاحب المرتبة الأولى النصر الرياضي بفريانة. وحنا نحكيو على الترتيب ونحكيو على النقاط، خلينا نشوفوا لمحة زيادة على المجموعة يعني جدول ترتيب القسم الثاني مجموعة السادسة بطبيعة خاصة من المباراة هذه من المجموعة السادسة. صاحب المرتبة الأولى النصر الرياضي بفريانة نلقاوه عنده 14 نقطة في الخزينة الفنية، فاز في 4 ماتشات تعادل في 2 وخسر في مباراة واحدة. بالنسبة لصاحب المركز الثاني نادي المناجم بالمكناسي قاعدين يتابعوا فيه في المباراة هذه 13 نقطة، فاز في 4 ماتشات وتعادل في 1 وخسر في 1، سجل 17 بونتو وقبل 9 أهداف. في المقابل الجمعية الرياضية بالصعيدة عنده 9 نقاط 6 ماتشات ربح 3 منهم وما تعادلش يعني ما حققش حتى تعادل، لكن خسر في 3 ماتشات. حكينا على الاهداف المقبوله اللي كانت برشا 4 أهداف وسجل 13 هدف فقط. في المقابل صاحب المركز الاخير المركز الرابع الاتحاد الرياضي بتلابت
5 نقاط في الخزينة الفنية، 6 ماتشوات فاز في زوز وتعادل في واحدة وخسر في 3، 21 يعني نجم نقولوا من الأهداف المقبولة، يحاول يعني يصلح شوية وكل شيء جاهز، وما زالت نجم نقولوا البطولة وكرة، والشوط الثاني ينطلق وكرة في المحطة الدفاعية من رمزي قاسمي مع زميله حلمي الحميدي إلى الجهة اليمنى نيفال السعيدي، نيفال يرجع به من جهة إلى زميله الحميدي إلى حارس مرميه ربيع المصباحي، إن شاء الله يجيش هدف في الخمسة دقائق الأولى من الشوط الثاني، خلي مباراة أكثر تكون تشويقي، أما ثاني أما يعدل فريق المكنيسي، وإذا بتبيع من صالح المتفرجين من صالح زيدا متابعينا عبر قناة نسمة، وكرة مخالفة لفريق النادي المناجم قابل المرمى، فرصة سامحة للتزيد خاصة وأنه ماهيش بعيدة، قاعدين نشاهدوا في زوز ملاعبية أمام الكرة، حاتم مشي اللي قاعد يحكي مع حلمي الحميدي على طريقة ممكن التزيد، تمهيد باش يكون من حمزة ثم التزيد، كرة قوية لكن بجانب القائم الأيمن، رغم أنه حارس المرمى كان يظن أن الكرة باش تمشي على الجهة اليسار، اختار يعني الزاوية اليسرى لكن الكرة على الزاوية اليمنى لكن بجانب القائم الأيمن، تمشي كرة خطيرة، التمهيد خرج منطقة الجزاء لكن مست في المدافع وتخرج الكرة إلى ركنية على اليسار حارس مرمى ربيع المصباحي، ترجع كرة بركنية، أولى الركنيات في هذا الشوط الثاني في هذه الانطلاقة في هذه البداية، وكرة لفريق الجمعية ذيب الصعيدة اللي يلعب من أجل تسجيل الثاني لتسهيل المهمة، توزيع الكرة خارج منطقة الجزاء يقصها الراس ممتاز سامي قاسمي، سامي سبق الكرة ثم يسدد مباشرة، تمشي خارج الميدان مرت أمام الشباك، إن شاء الله سلامات إن شاء الله لاباس، رقم 4 مازال ملقى على أرضية الميدان لاعب نادي المكنسي، وعني بها اللاعب شمس العليبي، إن شاء الله سلامات إن شاء الله لاباس، فيها أنظار على مهاجم فريق الجمعية الذهبية بالسعيدة، تدخل يعني الأخير دقيقتين في الشوط الثاني، وما زالت المباراة كما قلنا واحدة بلاش كان منذ الشوط الأول للجمعية الذهبية بالسعيدة، من أقدام نضال العامري أو التزيد من الجيد، هذه المرة مكرم علوي يسدد لكن بدون خطورة، الكرة الأخيرة ترجع بين الهجمة يطولها محمد الناصر البياوي لحارس مرمى ربيع المصباحي، تمشي كرة من جديد تضرب في المحطة الدفاعية من مكرمة علوي، يرجع حسني شوشين، شنو يعمل حسني يحاول يمرر إلى زميله لكن ما توصلش متفتل ليها، هاي كرة خطيرة ممتازة العملية الهجومية الأخيرة، كرات قصيرة بين نضال عامري وحسن الصياحي لكن كرة حاضر ليها سامي قاسمي بعدها إلى رمية التلتميس اللي باش يرجعها بنفسه مزاحم الكحولي بالراس في مرة أولى ثم في مرة ثانية كيما جات يخرجها حلمي الحميدي باش يرجع برمية التلتميس، مازلنا ننتظروا أكثر نسق أكثر إيقاع كروي في هذه البداية بداية الشوط الثاني، هاي التسديدة الأخيرة تمشي خارج الميدان وكأنه يعني الشوط الثاني السلاح الأمثل هو التسديد ولا غير التسديد من كلا الفريقين، خاصة وأن رينا زوج تسديدات بالنسبة كانت لأقدام الجمعية الرياضية بالصعيدة، وكذلك نفس الشيء لنادي المناجم بالمكنيسي، ممكن ياسر لولا ما تنجحش ما تمشيش للشبكة الثانية نجم تكون في الشبكة، وهي كرة باش ترجع برمية التلتميس من جديد لفريق الجمعية الرياضية بالصعيدة، أخصائي تنفيذ التلتميس مزاحم كحولي في مرة أولى تمشي داخل منطقة الجزاء بكل سهولة ياخذها ربيع المصباحي ويلعبها قصيرة مع المدافع مكرم علوي، مكرم حارس مرمية ربيع المصباحي، ربيع شنو يعمل ربيع تو الكرة تمشي تفوت شطر الميدان كما جات بالسياق يخرجها نضال عامري، مبدأ السلام والأمانة خرج كرة إلى رمية التميس هاو باش يتولى تنفيذها شمس العليبي يقول باش يلعب رمية التميس، يلعب الكرة يطولها ياخذها بالراس في مرة أولى لكن ماهيش قوية، رأسية لاعب الفريق سامي قاسمي إلى حارس المرمى بكل تأني ياخذ الكرة الأخيرة لكن يبقى ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات إن شاء الله لاباس حارس مرمى الجمعية الرياضية بالصعيدة، ننتظروا بتبعي إسعاف حارس المرمى إن شاء الله سلامات، واحدة بلاش كما قلنا كان منذ الشوط الأول، 9 نقاط للصعيدة 13 نقطة
للمكناسي شكون اللي باش يربح 3 نقاط، شكون اللي باش يسهل المأمورية نتاعو في المجموعة هذه من أجل المكان في مرحلة البلاي أوف. بتبع كل نقطة توا عندها دورة، كل فوز باش يكون حاسم باش يسهل بتبع المهمة لكل فريق. تعودنا بتبع في النقل التلفزي في كل مرة، يعني بطولة نسمة السوبر ليج القسم الأول وكذلك مراوحة مع القسم الثاني. اليوم مباراة من المجموعة السادسة بين زوز الجمعيات، اليوم يمثلوا سيدي بوزيد، يمثلوا اليوم نجم يقولوا زوز معتمديات الصعيدة والمكنيسي. مش ترجع كرة برمية التماس أو يقوم سلامات حرس المرمى ويعطي توصياته مكرم بوزياني بكل روح رياضية، برافو يعطيه الصحة. مكرم علوي يخرجها خارج الميدان، مش ترجع كرة من حرس المرمى، ضربة مرمى ملعوبة من مكرم بوزياني. محمد حجلاوي على اليسار يحاول يمشي بكرة لكن يربح المخالفة، فما مسك من القميص يربح المخالفة مجندة هذه المرة كرة. 5 دقائق وبعض ثواني في هذا الشوط الثاني، دائما النتيجة كما خليناها في الشوط الأول 1-0 على تاريخ نجم نقولوا كرة القدم 11 ملاعبي، لكن ننتظروا أكثر أهداف أكثر زيارات رسمية باش ترجع من جديد الكرة بحوزة الجمعية الرياضية. نجم نقولوا النتيجة معاه لكن الوقت مازال طويل، كل شيء جاهز. نادي المنجم بالمكنيسي ينجم في أي لحظة يعدل الكفة، هذاك علاش يعني مطالب بالتسجيل الثاني. ونفس الشيء بالنسبة للمكنيسي، إذا يحب يفوز بتاعه يلزم يعدل النتيجة وبعد يعني يخمم في اقتراح نقاط الفوز. تمشي كرة تمهيد من بليل مشي، ترجع لحاتم مشي، نفس الاسم نفس لقب في الفريق هذا. وتمشي كرة من نزال عامري، نزال عامري مازلت عنده الكرة، يمررها إلى رمزي قاسمي في مرة أولى لكن ما يخليهاش تمر، ممتاز مدافع على الجمعية الرياضية من حمادي العبيدي. لكن الحكم شنو يقول؟ يقول ترجع كرة لفريق الصعيدة. الحارس المرمى هو اللي باش يتولى بنفسه، هو اللي باش يرجع الكرة. تلعب كرة مخالفة بسرعة مستر الميدان على الجهة اليمين، يحاول يمشي بها بليل مشي لكن رمية التماس يلعب مع زميله نزال الصعيدي. نزال يرجع بها دائما الحارس مرمية ضغط يعني من دفاع الجمعية الرياضية يخليه يرجع إلى دفاع من ربيع المسباحي إلى اللاعب مكرم علوي. مكرم إلى حارس مرمية ربيع المسباحي، يحاولوا يخرجوا يعني كما قلنا ملعبية الصعيدة من منطقهم، خاصة أنه راو فيهم تكتل دفاعي ثم يلعبوا يعني هجمات معاكسة. تمشي كرة في مرة أولى لكن مرة ثانية حكم يقول مخالفة فيها انذار. يبدو لي الرقم 2 بالنسبة لنادي المنجم بالمكنيسي شمس العليبي تحصل على انذار في تدخل أخير على لاعب الجمعية الرياضية. ترجع كرة بمخالفة قريبة من وسط الميدان، جسم العيوني يقول ينفذ الكرة، حارس المرمى ممتاز ارتماء رشيق يجي معاه زاد تفاعل الجمهور يصفق له على الكرة الأخيرة. عاذر ممتاز ربيع المسباحي يخرجها، تمشي رمية تماس، رمية تماس أو ركنية الحكم يقول ركنية لفريق الجمعية الرياضية. محمد النصر البياوي تمهيد لكن التسديد بعيدة، الكرة الأخيرة تمشي سلامات بدون أي خطورة على الكرة الأخيرة. كما قلنا يعني كأس القارات مشاهدينا الكرام باش يكون يعني نقل حصري عبر قناة نسمة يوم 14 و15 و16 ملعب فايف ستار، يعني باش يكون هو نجم نقولوا يحتضن هذا المهرجان، مهرجان يعني مين يفوت تعودنا يعني به المنتخب هذا، خاصة المشاركة الأخيرة اللي كانت عم ناول في كأس العالم بنابل موسم هذا في تونس العاصمة. إن شاء الله يكون ناجح، إن شاء الله يكون يعني هو اللي يتوج في هذه التذارة. تمشي كرة على اليسار لكن فيها مخالفة، الحكم يقول مخالفة، سفيان المرزوق يقول مخالفة قريبة من منطقة الجزاء، نجم نقولوا أخطر مخالفة بما أنها قريبة من منطقة الجزاء. إذا يكون التمهيد به وتكون التسديدة مأطرة ينجم يجي ثاني لفريق الصعيدة، أو التمهيد ثم التسديد، التسديد لكن بعيدة بعيدة التسديد الأخيرة. ترجع بضربة مرمى لفريق نادي المنجم،
مازال حاتم مشي، شويراء كالوتشا مازال غايب، مازال ما ريناش الخطوره نتاع اللاعب هذا اللي عنده امكانيات الكثير خاصه الموسم الفارت. رينا قدرات هذا اللاعب ونعرفوا زادة فما لاعبي يعني نجم يكون مش في نهاره ويتمشي كوره خارج الميدان باش ترجع بضربه مرمى. حارس المرمى مكرم بوزياني مع رمزي قاسمي ثم شمس العليبي. شمس شنو يعمل شمس؟ يمررها الى زميله حمزه الحطابي ثم ممتازه الضغط من هجوم فريق الجمعيه الرياضيه لكن تخرج كره راميه التماس تبقى بحوزه صاحب الديار. مازال يبحث على الطرقات المؤديه لمرمى مكرم بوزياني لكن يبدو لي كل الطرقات مشفره، كل الطرقات فيها رموز سريه، مازال يعني ما تمش كشفها من هجوم المكنسي. وتمشي الكره بين الهجمه من جيت ميثال عامري توصل الى محمد الحجلاوي. محمد الحجلاوي على اليسار حميد العبيدي، العبيدي يدور بالكره شنو يعمل بها؟ يرجع الى الخلف الى مدافعي الجمعيه الرياضيه اللي ما زالت حاليا شباك وما تكبدتش ولا هدف ولا هجمه اختيره. من جديد فريق المكنسي يبني هجمه على الجهه اليمين من بلال ماشي تتفك في مره اولى لكن تمشي رميه التماس تبقى بحوزه صاحب الديار. يرجع بها سامي قاسمي الى بلال ماشي، بلال حسني شوشان، شوشان يحاول على اليمين لكن يربح رميه التماس، رميه التماس ملعوبه بسرعه لكن ما توصلش المهاجم بدون خطوره. الهجمه الاخيره تسرع نوعا ما تمشي كره ملعوبه يطولها مزاحم الكحولي الى خارج الميدان، الى خارج الميدان باش ترجع لفريق نادي المناجم بالمكنسي. كما قلنا مباراة تجوار بين زوز الجمعيات، بين زوز معتمديات اللي يتبعوا زوز اداريا ولاية سيدي بوزيد. تمشي كرة خارج الميدان من جهة تروي السيء للكرة، حاب يدور بالكرة لكن يخسرها والحكم يقول باش ترجع كرة لفريق الجمعية الرياضية. تلعب بكل أريحية نوعا ما خاصة وأنه توا ثلاثة نقاط وقتية جات من خلال هدف تقريبا في الدقيقة 24 من الشوط الأول. نضال عامري يخلي فريقه هو المتفوق وهي كرة تمشي تتفك وتمشي لفريق الجمعية لكن فيها المخالفة عرقلة واضحة من تدخل من مكرم علوي على لاعب فريق الجمعية الرياضية بالسعيدة مزاحم الكحولي قريبة من وسط الميدان. المخالفة هذه كيفاش باش يكون التسديد؟ هل باش يكون مباشرة أو باش يكون التوزيع على اليسار أو اليمين؟ زوز ملاعبيه كالحائط بشري او باش يتم التسديد تضرب في الحائط البشري في مره اولى اختيره على اليمين ثاني ثاني وحارس المرمى يبعدها. ممتاز حارس المرمى، ممتاز حارس المرمى، برافو لربيع مصباحي ما يخليش الكره تمشي للشباك ان شاء الله سلامات لكن يقعد ملقى على ارضيه الميدان بعد التدخل الاخير. كانت الكره يعني التسديد خير مهاجم الجمعية الرياضية بالصعيدة جاسم العيوني التزيد على مستوى يعني قائم الايسر لكن حارس المرمى برافو ربيع كان حاضر قراءة جيدة ما يخليش الضيوف يسجلوا الثاني بعد يتلقى في الاسعافات. ان شاء الله لاباس هذا الحارس. شوط ثاني ننتظروا بطبيعة اهداف خاصة وانه كان هدف وحيد منذ الشوط الاول. حاليا باش ترجع كورة بركنيه يبدو لي حسب طاقم تحكيم المباراه لفريق الجمعيه الرياضيه. كما قلنا زوز فرق يلعبوا من اجل مرحله البلاي اوف، ثلاثه نقاط يعني تخليك توا تلعب اكثر مرتاح تكون انت اقرب. المجموعه هذه كما قلنا حتى لصاحب المركز الاول عنده 14 نقطه على مستوى النقاط متقاربين ما فماش فرق كبير بين النسر الرياضي بفريانا صاحب المركز الاول المتصدر متصدر المجموعه كذلك نادي المناجم بالمكنسي الجمعيه الرياضيه بالصعيده اللي عندها 9 نقاط الاتحاد الرياضي بتلابط نوعا ما 5 نقاط يعني بعيده شويه نجم نقولوا خاصه انا بعيده 9 نقاط على على مستوى صاحب المركز الاول فريانا
يحاول يعني يحاول توا ما يفرطش حتى نقطة، يلعب من أجل الفوز ولا غير الفوز في المباريات اللي مازالت له، والكرة باش ترجع بركنية كما قلت لفريق الجمعية الرياضية بالصعيدة. محمد حجلاوي أمام الكرة، هو اللي باش يوزع الكرة، قراءة من حارس المرمى ربيع المصباح اللي يرجع سلامات ممتاز، يرتمي على الكرة بعدها في مرة أولى، لكن تبقى بحوزة فريق الجمعية الرياضية من حمادي العبيدي في الكرة الأخيرة، يربح المخالفة، يربح المخالفة مجنبة على المرمى. 15 دقيقة حاليا في هذا الشوط الثاني، 10 دقائق على نهاية هذه المباراة، على نهاية هذه المواجهة. كرة بوزيدية 100% عبر قناة نسمة لتأمن هذا النقل المباشر، وكرة باش تلعب بالتمهيد على الجهة اليسار، ثم التوزيع تمشي مسد في الدفاع، تمشي رامية، تمشي إلى ركنية، ركنية هذه المرة على الزاوية اليمنى لحارس المرمى ربيع المصباحي في شباك المكنيسي، يعطي توصيات وينتظر تنفيذ الركنية. تمشي كرة قوية لكن تمشي خارج الميدان، قوية تزيد لكن ماهيش ماترة، تلعب بالمدافع يطولها حسني شوشين على مستوى الهجمة، التمهيد خارج منطقة الجزاء، ثم تزيد في مرة أولى من حلمي الحميدي، تتفك كرة في مرة أولى ثم ترجع للمحطة الدفاعية البوزيدية المكنسية على اليسار، يمشي بها يسبقها ثم يمهد في مرة أولى مرة ثانية، لكن حاضر دفاع الجمعية الرياضية بالصعيدة ممتاز السيمات الدفاعية خاصة من محمد حجلاوي، إن شاء الله السلامات أو يمشيلو يعطيه الصحة يعني، برافو من مكرم علوي، روح رياضية بين الزوز الملعبية كما قلنا، المنافسة بطبيعة تبقى على مستوى تسجيل الأهداف، بطبيعة سلامة الملعبية قبل كل شيء. هي تمشي كرة ملعوبة ترجع بالرأس من شمس عليبي ثم شوشين إلى زميله حبيب بدل على اليمين في اتجاه حاتم مشي، لكن قراءة جيدة، افتكاك كرة، كونتر اتاك لفريق الجمعية الرياضية بالصعيدة، ممتاز التنفيذ، لكن حارس المرمى حاضر، نجم نقولوا زوز كرات زوز أهداف في السخم حاليا ربيع المصباحي، مخلي فريقه يمازال يعني يلعب من أجل تعديل النتيجة، ثم على شنو يعني ما ينتصرش في المباراة هذه، وهذه قوة نجم نقولوا الحراس، وقت يبدأ عندك حارس كبير حارس مرمى يعني اللي يكون قادر يخليك يعني في الوقت الصعيب تسجل أهداف وما تقبلش أهداف، هذه يعني نجم نقولوا صفات حراس كرة القدم بصفة عامة اللي تكون بطبيعة في مكانها وتكون زادة 50% تعاون الفريق. هاي باش ترجع كرة بمخالفة في وسط الميدان، تحصل عليها رقم 6 لاعب حركي يتحرك برشا محمد الناصر البياوي، كيفاش باش تكون نجم نقولوا 8 دقائق لعب قبل نهاية المباراة، خاصة وأنه ضيوف منتصرين واحدة بلاش، هل يجي الثاني أو علاش لا يعدل النادي المنجم بالمكنيسي، خاصة وأنه وصلنا حتى في بعض المباريات اللي كنا في المتابعة عليهم 20 دقيقة من الشوط الثاني 5 دقائق تحسمت فيهم برشا أمور، عدل الفريق كان منهزم وسجل الثاني وأصبح هو المنتصر، وهي كرة تمشي على الطول بالراس من نضال عامري، خرج رامي التميز يمشي لها بلال مشي يلعبها مع زميله، تبادل كرة من شمس عليبي على اليمين إلى سامي القاسمي، سامي يعمل مراوغة أولى ثم ثانية، تزيد لكن مرت أمام شباك الجمعية الرياضية بالصعيدة، ما فماش خطورة، فماش خطورة على مستوى الهجمة الأخيرة، قاعدين شاهدوا في رقم 9 شوشين بالنسبة للمناجم، تبدا كرة في المحطة الدفاعية، حاول يقلق يعني دفاع فريق الجمعية الرياضية بالصعيدة، تمشي كرة، تبادل كرة على الجهة اليسار من الملعبات فريق الجمعية الرياضية، لكن حارس المرمى من جديد حاضر، ما يخليش الكرة تمر، تمشي كرة على اليسار شوشين يسبقها، شوشين شنو يعمل؟ يربح رمية التلتميس، تدخل من حسين الصياحي، رمية التلتميس يلعبها شوشين، ثم ترجع بالراس من حماد عبيدي، عبيدي لكن الحكم يزفر يقول فما مخالفة، قبل ذلك هدف أبيض، ترجع الكرة لمكانها باش تلعب يعني مخالفة في المحطة الخلفية، يعني فريق نادي المنجم بالمكنيسي منهزم، لكن يعني جمهور مازال يساند مازال يشجع في الملعبية نتاعو في ولاد الجهة نتاعو، نجمو نقولوا الملعبية اللي بطبيعة يشرفوا
معتمديتهم في مثل هذه المواجهات، في مثل هذه المباريات. وتمشي كرة حسين صياحي، بلال مشي يمررها، توصل شوشاني يمهد كرة، لكن قبل ذلك مسك من القميص ممتاز متفطر ليه يعني حكم الثاني عادل الأمين، يزفر المخالفة لفريق المكنيسي. عاد بشري من يبدو لي زوز ملاعبيه باش يكون أمام الكرة، حكم المباراة احترام على أمتار القانونية باش يتولد تنفيذ الكرة. بلال مشي، بلال يمهد ثم التزايد، هدف تعادل، هدف تعادل ممتاز، تزيد الكرة تمهيد ثم تزيد تمشي مباشرة من مكرم علوي، مباشرة تزور المرمى، تزور الشباك، واحد واحد فسخ وعاود من جديد. تجي مع تفاعل الجماهير الحاضرة هنا في ملعب المكنيسي، تتفاعل مع هدف نجم قولوا صاحب الديار، أبناء الديار يرجعوا في المباراة كما حكينا، يعني خمسة دقائق نجم تكون هي الحاسمة، وهو كذلك دقيقة 20 وبعض الثواني مخالفة تمهيد ثم تزيد من مكرم علوي يخلي المباراة تعود إلى نقطة البداية. واحد واحد، زوز أهداف، هدف كيف في الشوط الأول من أقدام نزال عامري دقيقة 24، وهدف جاي منذ حين دقيقة 20 من مكرم علوي. أربع دقائق من الوقت بالطبيعة الأصلي هذه المباراة، هل يجي هدف ثاني أو لا؟ هذا اللي باش نعرفوه. تزيد حارس المرمى ربيع المصباح يستفيق، ربيع في هذه اللحظات قاعد يتصدى لبرشا هجمات، برشا كرات في الشوط الثاني. برافو لهذا الحارس، نجم نقولوا ثلاثة أهداف كانوا ممكن يكونوا حاصلين لفريق الجمعة الذهبية بالصعيدة، لكن هذا الحارس حاضر. هاي تمشي كرة تزيد لكن بعيدة، بعيدة الكرة الأخيرة، محاولة من جاسم العيوني، تمشي كرة بين الهجمة تميد، لكن تمشي تفك وترجع لفريق الجمعة الذهبية بالصعيدة. تميد ترجع من الدفاع، ما خذهاش مهاجم الفريق، مزحم الكحولي، تمشي كرة من جديد لفريق النادي المناجم بالمكنيسي، ما فماش المخالفة لهجوم المكنيسي، وترجع كرة ملعوبة للمحطة الدفاعية. تبادل كرة أرضي لفريق الجمعية الذهبية بالصعيدة، لكن يربح المخالفة، يربحها محمد الحجلاوي، يلعب كرة مع حسين الصياحي، الصياحي مع العبيدي، عبيدي يرجع للصياحي، شنو يعمل الصياحي؟ يلعبها مع جاسم العيوني، بدلها على اليمين، يحاول يصعد، يحاول يمشي لمناطق المكنيسي من اجل النجم يقولوا فتح الثغرات، فتح زاد الطرقات المؤديه لمرمى المكنيسي. رقم 20 يمشي الكره واللي باش ينفذ محمد الحجلاوي، او لا يخليها لزميله رقم 12 احمد الذيفي. هل تكون الكره في الشباك؟ التمهيد عجل اليمين، لكن التمهيد قوية شوية، الكرة ما يخلطش عليه يعني زميله محمد الحجلاوي، باش ترجع بضربة مرمى يطولها مدافع الفريق نزال السعيدي على اليمين. شوشين، شوشين كان يسجل الثاني مرة أولى، لكن دفاع حاضر، الدفاع حاضر، مرت من حارس المرمى، فاتت مكرم بوزياني، لكن المدافع في مرة أولى. الهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق نادي المناجم بالمكنيسي، يستفيق في خمسة دقائق نجم نقولوا الأخيرة من المباراة، ويسجل حمزة حطابي، يسجل الهدف الثاني. إن شاء الله السلامات لحمزة، ياخذ كرة داخل منطقة الجزاء، يضربها تمشي للشباك. 2-1 لفريق نادي المناجم بالمكنيسي أمام الجمعية الرياضية بالصعيدة. مباراة نجم نقولوا على مستوى الإيقاع الكروي، على مستوى الفنيات، على مستوى كذلك الاهداف اكثر في الشوط الثاني. زوز اهداف جاو في الشوط الثاني لفريق نادي المناجم، ممكن ياسر الامور التكتيكيه ما مشيتش في الشوط الاول للمدرب عبد القادر عكوني، اليوم ممكن عطى توصياته في الشوط الاول، لكن كانت ممكن قراءه جيده لفريق الجمعيه الرياضيه بالصعيده وكذلك لمدرب الفريق سامي السليمي. خمس دقائق وقت راحه، يغير شويه في الخريطه الفنيه مع توصيات، كانت الماكينة معطلة ومعطبة نوعا ما. الشوط الثاني الماكينة أمورها على العال، خاصة وأنه انتصار الوقت. إن شاء الله السلامات للاعب نادي المناجم المكنيسي بعد تسجيل الهدف، يقعد ملقى على أرضية الميدان مكرم أو حمزة الحطابي، إن شاء الله السلامات. كما تراو في بعض ممكن الجماهير الحاضرة مسؤولي
ممثلي زيد الجهة كما قلنا، خاصة وأن هذه المباراة تجمع زوز فرق لمثله ولاية سيدي بوزيد، معتمدية الصعيدة ومعتمدية المكنيسي. أو يغادر الميدان إن شاء الله. السلامات لصاحب الهدف حمزة حطابي، مش ياخذ مكانه ممكن لاعب آخر أقبل نجم نقولوا بعض الثواني عن نهاية المباراة، خاصة وأنه 25 دقيقة الوقت القانوني انتهى. مواجهة نجم نقولوا محترمة جدا بين الزوج جمعيات. أو ياخذ مكانه سامي قاسمي مكان حمزة حطابي، صاحب الهدف الثاني 2-1 لصاحب الديار أمام الضيوف. 5 دقائق النجم نقولوا كانت كافية لاستفاقة أبناء المكناسي، لاستفاقة ملاعبية المكناسي، وتمشي كرة لفريق نادي المناجم. بلال ماشي تتفك في مرة أولى لكن تمشي إلى رمية التماس، يضغط حاتم ماشي يخرجها وتلعب رمية التماس بسرعة من محمد النصر البياوي. بياوي يحاول يمشي على اليسار ثم يمررها، توصل للضيفي إلى زميله حسين الصياحي من الجيت، يلعب كرة مع محمد حجلاوي، تمريرة تقصيرة في وسط الميدان ثم تزيد ما تمرش، تخير تمشي رامية تماس، كرة مش ترجع من جديد لفريق جمعية الذهب الصعيدة، تلعب خارج منطقة الجزاء بالراس بعدت ثم توزيع كثير العملية الهجومية لكن مرت أمام مهاجمي جمعية الذهب الصعيدة، تمشي خارج الميدان مش ترجع بضربة مرمى. نجم نقولوا سيناريو يتمناه أي مدرب، سيناريو يتمناه أي فريق، كما تسمع حتى في أهزيج الجماهير الحاضرة هنا اللي قاعدة تتفاعل مع فريقهم، يعني قاعدوا يساندوا في الفريق هذا حتى هو منهزم. وبالطبيعة هذا هو الدور النجم نقولوا أبناء الجهة وقت يبدو بالطبيعة يشحنوا في بطاريات الملاعبية نتاعهم في شباب الجهة في هذه المباراة، يسحق يعني شباك الجماعة الرياضية بالصعيدة أبناء المكناسي بزوز أهداف. وحاليا تمشي كرة على اليسار من حسين الصياحي إلى زميله جاسم عيوني، عيوني مع أحمد الضيفي، يلعب كرة على اليمين بناء الهجمة لفريق الجمعية الرياضية، توزيع الكرة لكن ما تخرجش في مرة أولى ثم في مرة ثانية تخرج خارج المستطيل الصغير. ومعها مشاهدينا الكرام يعلن طاقم تحكيم المباراة على نهاية هذه المواجهة 2-1 لنادي المناجم بالمكناسي والجمعية الرياضية بالصعيدة. هدف مكرم علوي حمزة حطابي للمكناسي ونضال عامري للجمعية الرياضية بالصعيدة. إن شاء الله تكونوا تمتعتوا بهذه المواجهة. والآن سأعود بالصورة والصوت إلى الزميل أحمد الفريك. شكرا لك فخري. بالفعل انتهاء المباراة بفوز نادي المناجم المكناسي 2-1 على الجمعية الرياضية بالصعيدة. غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت تتبعوا مباراة الامل الرياضي ببير الحفيلي يستقبل الاتحاد الرياضي بتلابد كالعادة على نسمة لايف وايضا موقع نسمة سبور. بقية متابعة طيبة لبرامج قناة نسمة، تنساوش تتبعوا اكيد القرعة نتاع كأس العالم للقارات على بلاتو نسمة ويكند سبور بداية من 6 ان شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج قناة نسمة، وأجمل تحية أحمد الفريكي.